جزا الله أخانا الشيخ الأستاذ شهاب عوض عبد الله على ما قدم، فالحق أحق أن يتبع. قد يتساءل البعض، حذرتم من جميع الطرق والأحزاب والجماعات، وتكلمتم في المشايخ والعلماء الذين نعرفهم في القنوات والفضائيات، فإلى أين ننتمي ولمن نستمع؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد يكون هذا الجواب جاء في ثنايا الحديث الذي ختمنا به المحاضرة، أن تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي يحفظه الناس في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طيب، لما يجي مثلا الختمية، يقول لك الختمية سفينة نوح، ألحق نفسك قبل تروح. طيب الناس اللي كانوا قبل الختمية رايحين ولا غرقانين ولا لازم يفتشوا ولا العاصي شنو؟ يا ناس، الحق ده واضح، الكتاب والسنة بفهم الصحابة. وإن تفرق الناس، تفرق الناس ده يا أخواننا ذاته من الشيء اللي بيخليك تتمسك بالكتاب والسنة تمام، لأنه الكتاب والسنة قالوا لك الأمة دي حتتفرق. قالوا: وستفترق، السين دي للاستقبال، الأمة دي حتتفرق. واتفرقت نبارياته، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تباري منهج الكتاب والسنة، ما تباري لك أي جماعة ولا تباري لك أي ناس، ولا نحن بندعو الناس إنه يبارونا، يباروا الحق. هذه هي الدعوة الصحيحة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى من؟ أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان يتبع الكتاب والسنة. طيب، سؤال مهم جدا، نلقى الكتاب والسنة وين؟ تلقاه في كتب أهل العلم. راجع تفسير ابن كثير، راجع صحيح البخاري مع شروح العلماء عليه، راجع كتب التوحيد ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروحات العلماء عليه، بتلقى الحق. لأنه كلام كله آية وحديث، قال ابن عباس، آية وحديث قال عمر بن الخطاب، آية وحديث قال قتادة، آية وحديث قال مالك، آية وحديث قال سعيد بن جبير. لكن هنا بتسمع انبزق وأرى، ولا بد من التمحور، وانقسمت إلى 12، من ال 12 مرقوا 24، ومسافة تحصيل انت بتكون عمرك كله ضاع، مؤدي فروضك وعقيدتك تمام، وبار بوالدينك، وبتقرأ قرايتك، انت ممتاز جدا، ممكن تبقى ولي، انت ممكن تبقى دكتور ولي، ممكن تبقى صيدلاني ولي، ممكن تبقى زول بروف بتاع كمبيوتر ولي، ممكن تبقى أستاذ بتاع تربية ولي، ما في مشكلة، ممكن تبقى كمساري ولي، ممكن تبقى بمطعم ولي، ممكن تبقى بتاع ورنيش ولي، لأن أخواننا دي كلها عبارة عن أكل عيش، دكتور غيره غيره، بتستفيد منها في الدنيا بس وفي المال وكده، لكن ما عندها قيمة إذا لم يكن معها التقوى. ربنا قال: إن أكرمكم عند الله البروف ولا بتاع المنصب الفلاني أتقاكم. فما تنظر إلى هذه الأمور. والأخوان، الإسلام سهل، الدين يسر، وتلبس ما يلبسه الناس، وتتمتع بالدنيا، تأكل إسكريم، عشان ما أفضل يقول لك متشددين، لو لقيت إسكريم أضرب، ولو لقيت باسطة ذاتها بتعينك على القراءة الكثيرة والامتحانات، قرب أطلع عينكم فهمت، وتضرب الحليب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب اللبن أو أكل أي طعام يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا، ثم يقول: اللهم أرزقنا خيرا منه، إلا إذا شرب اللبن فكان يقول: اللهم زدنا منه. وقال وقال: لا يقوم مقام الطعام إلا اللبن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشرب اللبن وتضرب الباسطة فهمت، وتتقي الله سبحانه وتعالى، تلبس كويس وريحتك مجيها بالنسبة للرجال فهمت، وتورنش الجزمة وتطقم، ما في أي حاجة فيها مشكلة، ما فيها مشكلة يا ناس، الناس دي ما لها يا ناس، ما فيها مشكلة، لكن تكون متقي لربك، تكون خايف من ربك، تتعامل بما أمر الله وبما أنزل الله، ما في مشكلة، ما في تعارض أصلا. فالناس برابطة بتخوض حواجز، كلها حواجز فارغة. جزاكم الله خير. سؤال: يا شيخ، نحن مقتنعين بلبس النقاب بالنسبة للنساء، ولكن نجد
البعض لا يقتنع، فنرجو منكم سرد الأدلة وجزاكم الله خير. طيب، الحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي الذي هو الجلباب والخمار، والخمار في اللغة، لأنه ربنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار في اللغة ما يغطى به رأس الشيء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وصية للناس إذا أرادوا أن يناموا خمروا آنيتكم، أي غطوا فوهتها. فالخمار معناه شنو؟ ما يغطي الوجه، وربنا قال فليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة القميص. طيب تضرب بالخمار معناه شنو؟ معناها تغطي به من فوق، عرفت؟ من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن عن نساء النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والآية دي أخواننا في غاية العجب، في غاية العجب، وتدل من أوجه كثيرة على وجوب هذا الحجاب الذي فيه ستر جميع البدن بلباس طويل واسع فضفاض ثخين لا يشف ولا يلبس ولا يشبه لباس الكافرات ولا يشبه لباس الرجال، وغير زينة في نفسه وغير متعطرة، والكلام ده كله عليه أدلة، كويس؟ هذا الحجاب. طيب ربنا قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة، قال وإذا سألتموهن متاعا، وإذا هذه شرطية، وهذه تدل على أن الرجال لا يقاربون النساء إلا لحاجة، فإذا حصلت الحاجة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء شنو؟ حجاب. والعلماء قالوا الحجاب يكون بشيئين، الحجاب بالستر في البيوت، البيت ده يا أخواننا حجاب، عشان كده في حاجة يسمى شنو يا أخواننا؟ ها؟ الاستئذان، مش؟ لما تجي خاش البيت بتخش ساكت؟ طبعا الواقع بيقول في ناس بيخشوا ساكت، خاصة إذا بقى خطيب، تلقى الخطيب شايل كيس الموز وجوه خش المطبخ، يا زول اصبر هنا في اسطوب، دخلك جوا شنو؟ ده منو ده يقول لك؟ والناس ثقافة تعبانة، يقول لك ده منو ده؟ ده منو ده الدخل ده؟ يقول لك ده فلان خطيب فلانة، أنا قايل له زول غريب، وده الغريب ذاته، ده هو ذاته الغريب، كويس؟ فيا اخواننا الحجاب يكون بالستر بالبيوت، عشان كده ربنا امر بالاستئذان، لانه النساء في البيت قد تكون لابسه اللباس الذي يجوز لمحرمها ان ينظر اليها، كاشف الوجه والكفين وما يجوز له لها ان تكشفه امام المحارم. فاذا دخل الاجنبي، الاجنبي ده مش معناه الهندي يا اخواننا، الاجنبي يعني اللي بيجوز له يتزوج منها، الأجنبي ده إذا دخل البيت بغير استئذان فإنه يطلع على ماذا؟ على العورات. فربنا جعل الحجاب الأول هو الحجاب بالستر بالبيوت، الثاني أن يكون شنو؟ إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة أو لضرورة أن تلبس اللباس شنو؟ الشرعي الذي يستر جميع بدنها. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. طيب أزول يقول لك قلبي طاهر، والبتل بتقول قلبي طاهرة، هل قلبك أطهر من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، بالقرآن والسنة. هل نحن قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة؟ لا. هل مجتمعنا أطهر من مجتمع الصحابة؟ لا. هل الفتن الموجودة في مجتمعنا أقل من الفتن الموجودة في مجتمع الصحابة؟ هل الوسائل اللي بتنشر الفتن في مجتمعنا أقل من الوسائل الموجودة في مجتمع الصحابة؟ هل الفتن الموجودة في مجتمع الصحابة أخطر من الوسائل الموجودة في مجتمعنا؟ هل كان في صحابي بأصل للاختلاط؟ هل كان في زول بأصل للفواحش؟ ما كان في. ومع ذلك قال الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات الطهرات
ربنا قال ذا أطهر لقلوبكن فيبقى نساء المؤمنين أولى بهذا الطهر وأولى بهذه الصيانة. وربنا قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلى آخر الآية. كذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نساء المؤمنين هذه تدخل فيها الأخت والزوجة والوالدة والعمة والخالة إلى آخر والبنت إلى آخر. ربنا قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أي أبعد من أن يعرف. وكان الله غفورا رحيما. فدي شروط الحجاب. ما ممكن أخواننا يكون حجاب فاتن أو لبس فاتن واحدة بتكون بتغالط فوقك في الوجه والكفين تكون شارطة ولا الركبة وهو خفيف ويصف ما تحته وفتنة الشارع كله يتلفت فيها وتجي تناقشك في الوجه والكفين. والله كلام غريب. في حاجات يسمى حبيبي شطفني وفي حاجات كثيرة. انت ما ممكن انت تكوني لابسة شطفني دي وبتناقشيني في الوجه والكفين كويس. وفي وحدات الوحدة تلقاها بتنزل في الله يكرمك ها في قميص الفوق لأنه القميص بيطلع فوق زي الأكورديان داك فهمت بيطلع فوق وتناقشك في الوجه والكفين وتلقاها لابسة هنا وتناقشك في الوجه والكفين وفاك شعرة وتناقشك في الوجه والكفين. أول حاجة ألبسي ساتر. والكلام ده بنقوله لمصلحة أول حاجة لأنه دين ولمصلحة الفتى ولأن الغالي يصان. الزول اللي عنده شيء غالي بيصونه ما في كوساكي عرفته. ولأنه الزمن ده زمن بتاع فتن زمن بتاع فتن. فدي آيات كثيرة. ولذلك لما نزلت هذه الآيات قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار الأول لما نزلت هذه الآية شققنا مروطهن فاعتجرن بها فخرجنا إلى صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن من الغلس. ولبس الواحدة للحجاب الشرعي بما فيه الوجه والكفين ليس عائقا عن الدراسة الأكاديمية أو الشرعية وليس عائقا عن التبحر في العلم. في واحدة مشت خشت لاب اللاب ما يشتغل معاه لأنها منقبة مثلا ها فبجيك واحد بيصور لك انه ما ممكن انت تفكير المرأة تغطيه ها بقت ما بتفكر لا لما لبستها كده بقت تركب الخرطوم ولا انه زول مستهبل ومجرم داري يعمل لك فوق انه خايف على البيت وكذاب وزول محتال وقلبه مرضان وسفيه صعلوك فهمت. وما داير الكلام ده ودار يصل الى هذه الفتاة يشيلها شوية شوية. وربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان يشيل النغاب وشوية يشيل اللبس الكويس إلى أن يصل إلى مبتغاه السافل السيء. ولذلك هذا هو الحجاب الشرعي وأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول هل تجوز الصلاة خلف من يدعو غير الله والمبتدعة عموما؟ العلماء قالوا من كانت إذا كان الإمام عنده بدعة كفرية كأن يدعو غير الله أو يعتقد أن غير الله ينفع ويضر أو أنه ينزل الأمطار أو أنه يغيث الملهوف أو أنه يتصرف في الكون أو أنه يملك الكون إلى آخر أو وجدت الإمام يعلق تميمة أو حجابا فهذا صلاته باطلة صلاة خلفه باطلة ما بيجوز لأنه ده عنده عقيدة شركية. وأول شروط الصلاة يا أخواننا الإسلام ده ما مسلم. الحجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما التولة إن الرقى والتمائم والتولة شرك. زول بيحلف بغير الله بيقول وحات أبويا الشيخ فلان ده مشرك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. زول بنادي غير الله ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فده ما بجوز الصلاة شنو وراه. أما إذا كان هذا المبتدع
ابتدع بدعة لا تخرج الإنسان عن الملة، زي بيقنط في صلاة الفجر أو كان بيشيل الفاتحة بعد الصلاة، ولكن ما كان عنده بدعة كفرية، ولم تجد مسجدا إلا هذا المسجد جازت الصلاة خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لما حصره الخوارج وقيل له يصلي بنا إمام فتنة، فقال له الصلاة خير موضوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وعليه، وإن أساءوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليه. يعني إذا بقى الإنسان ده مبتدع وما لقيت مسجد غيره فتصلي وراءه ويدخل عليه الإثم والذنب، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين متوعدين بالعذاب يوم القيامة، ومن أما قوما وهم له كارهون، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما قوما وهم له كارهون. والعلماء قالوا لا تعتبر الكراهة في الدنيا، يعني في زول مع الإمام ده مثلا متنافسين الاثنين حفظة قدموا داك داك شامي وساكت بس للدنيا بس، عرفتها؟ فقام صلى وراه وقام قال له ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، أنا كارها الحديث ده بنطبق فيك، الذي ما بتعتبر إلا إذا كانت كراهة لبدعة أو كذا أو فسق مانع، فهذا يدخل في الحديث. أما إذا صلى الإمام وكان عنده بدعة كفرية ما تجوز الصلاة خلفه، وكذلك الصلاة في المساجد التي فيها القبور هذه لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، وغير من الأدلة.